كتير من الناس فاكرة إن الشخص العدواني هو شخص غلس ودمه تقيل، لكن الحقيقة غير كده، لأن كتير من الشخصيات العدوانية بتكون شخصية اجتماعية وجذابة وكمان عندها كاريزما، لكن أول ما تعرفهم كويس هتكتشف إن فيهم عيوب خطيرة مدمرة. الشخصية العدوانية هي واحدة من الشخصيات العشرة المريضة في علم النفس. طبعا الشخصية دي بتبقى درجات، ممكن تلاقي واحد بتنطبق عليه كل الصفات أو معظمها وده عدواني رسمي، وواحد تاني بتنطبق عليه بس بعض الصفات فبيكون عنده ميول عدوانية. عشان نقول إن الشخص مصاب باضطراب الشخصية العدوانية لازم يكون عنده تاريخ من السلوك العدواني قبل سن 15 واستمر معاه هذا السلوك العدواني بعد هذه السن. نسبة هذه الشخصية في المجتمع الأمريكي هي حوالي 4%، النسبة ممكن تزيد أو تقل في بلاد تانية، كمان النسبة بتكون أعلى في الرجال عن النساء. كتير من الشخصيات العدوانية بيكون عندها ثبات انفعالي عالي، جريء وما بيخافش، قلبه قلب أسد. الشخص العدواني بيكون متسرع ومتهور في قراراته ومندفع وما بيفكرش كتير في عواقب أفعاله وقراراته. تلاقيهم كمان متهورين في السواقة، وتلاقي خلقه ضيق يتخانق مع ده ومع ده. الشخصية العدوانية من أكتر الشخصيات عرضة لتعاطي المخدرات، لأنهم بيحبوا يجربوا أي شيء مثير حتى لو كان في خطر على حياتهم وحياة الآخرين. الكذب من صفاتهم، بيخدعوا الناس ويكذبوا للحصول على مكاسب مادية أو شخصية أو حتى بس للتسلية. الشخص العدواني هو شخص قاسي القلب، بيبقى صعب عليه أن يتعاطف مع الناس وأنه يحس بألمهم ومعاناتهم. كمان بيكون عنيف وبيكون غير قادر على التحكم في غضبه وانفعالاته، يشتم ويضرب ويهيج جدا لما بينفعل. كمان بيبقى صعب عليه انه يتحكم في شهواته، ده غير انه بيكره انه يتحمل المسؤولية، ودي من الصفات الأساسية في الشخصية العدوانية. فتلاقيه ما بيثبتش كتير في وظيفة، وبالتالي بيفضل انه يعيش عالي على غيره او يعيش بالسرقة والاحتيال. موضوع الصح والغلط والأخلاقيات والضمير والحلال والحرام والقوانين مش في دماغه ومش بتفرق معاه كتير. ما تفتكرش انه بيندم اذا قتل او سرق او اغتصب او عمل اي شيء غير اخلاقي، فهو لا يندم وبيجد لنفسه دايما المبررات لخطاه. اكيد شخصية زي دي ممكن تلاقي كتير منها في السجون. تفتكر ان السجن او العقاب بيقومهم وبيصلحهم؟ الحقيقة ان الاجابة لا. الابحاث بتشير الى ان الحبس وغيره من الاجراءات العقابية غير فعالة ولا تؤثر في هذه النوعية من الشخصيات. طيب ايه السبب ان في شخصيات عدوانية زي دي؟ اي شخصية بتتشكل من خلال عوامل، وهي الوراثة والتربية والبيئة. الشخصية العدوانية بتنتشر في الاقارب اللي من الدرجة الاولى. بتشير الابحاث اللي اتعملت على حوالي 600 عيلة من التوائم المتماثلة ان الشخصية العدوانية بترتبط ارتباط وثيق بالوراثة، وان التأثير الجيني بيكون اقوى بكتير من التأثير البيئي. كمان طريقة التربية زي الإهمال أو العنف مع الطفل ممكن يؤدي إلى زيادة حدة الصفات لهذه الشخصية. هل يا ترى في علاج للشخصية دي؟ الحقيقة أنه من الصعب علاج هذه الشخصية. العلاج النفسي مش دايما بينفع معاها، خاصة إذا كانت الحالة جديدة والشخص لا يريد الاعتراف بأن عنده مشكلة.